اتفضل. التسويق باختصار بسيط، انا حابب اقول لكل مستمعينا، اذا لم تكن لديك القدرة على التسويق فلن يكون هناك لك باع كبير في التسويق. فالتسويق اصله تسويق. يعني ايه بقى الجملة دي؟ حضرتك امبارح يعني قبل الحلقة بيتم الاعلان عن مضمون الحلقة، تمام، وبسيب ما بديش كل المحتوى اللي هتكلم فيه، تمام، ولكن بترك بعض العناصر للعقل البشري علشان يبدأ يتخيل، لأن احنا هنا بنلعب على اللاوعي. اللاوعي بيبقى ليه دور كبير جدا في إن الإنسان يبقى حريص على متابعة الخدمة المقدمة أو السلعة المباعة لمعرفة تفاصيل العملية الخاصة بها. فإذا التسويق هو يعتبر الباك بون او العمود الفقري لعمليه التسويق. لذلك نجد العرض بتاع السلع مليء بالكلمات التي تستفز مشاعرك وتستفز اللاوعي لحرصك على اقتناء هذا الرقم ومنتقاه بعنايه علشان تصير فيه جزئيه التسويق. طيب بالنسبه لعمليه التسويق او التسويق الالكتروني، احنا ليه دلوقتي بدأنا نبتدي للتسويق الإلكتروني؟ لما نعرف إن أي مواطن عادي بيقضي على السوشيال ميديا عدد لا يقل عن 3 ساعات يوميا تصفح إنترنت، يبقى هنا أصبحت أمتلك، إذا كنت عندي أداة تخص التسويق الإلكتروني، أمتلك 50% من البوتنشال كلاينت أو الزبون المحتمل. وكم المشاهدة اليومي للفيديوهات المعروضة على اليوتيوب يتعدى 1 مليار ساعة يوميا. مليار ساعة. أيوة فعلا، 1 مليار ساعة يوميا مشاهدة مقاطع على اليوتيوب على مستوى العالم كله. فهنا أصبح الإنسان اللي هيضرب بسهم في مجال التسويق الإلكتروني عنده رصيد كبير جدا من العملاء المحتملين اللي هو يستهدف من خلالهم تسويق سلعته. طيب اذا التسويق الالكتروني مش محتاج الادوات اللي قد يحتاجها المسوق او الفيزيكال ماركتنج اللي هو المسوق على ارض الواقع. طيب ولكن هو يحتاج استراتيجيه مكونه من 7 مراحل مهمه جدا لازم يضعها نصب عينيه. اذا كنت تنوي انك تبدا تسوق الكترونيا فيجب انك تكتب ورايا 7 بنود دول. أول حاجة تحديد نوعية السوق والمنافسين. أنا هسوق، طيب التسويق ده عبارة عن إيه؟ يا إما بسوق سلعة أو سمعة. معقول في تسويق سمعة؟ أيوة، كل الدعاية الانتخابية اللي بتتم دي عبارة عن تسويق سمعة، بتحتاج للتسويق. الإعلام يحتاج إلى تسويق. السياسي يحتاج إلى تسويق. الاقتصاد يحتاج إلى تسويق. جميع الهيئات الآن الرسمية وغير الرسمية تمس التسويق بشكل مباشر أو غير مباشر. إحنا كأفراد يا دكتور محتاجين التسويق، والأفراد محتاجين التسويق طبعا، علشان الوضع الحالي دلوقتي بقى البقاء مش للأقوى، البقاء للأوسع انتشارا. وعلى قدر وصولك كفرد لمحتوى جيد وفئة أو شريحة مستهدفة من الجمهور، على قدر استمرارك وعلى قدر الربحية بتاعتك اللي انت ممكن تكون مستهدف انك تحصل عليها.